معانا الفنان الكبير والقدير محمد صبحي على التليفون. قالت ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، وحشني يا ادوار. وانت وحشني قوي قوي قوي، وعايز احضر المسرحيه الجديده ان شاء الله قريب. بعينك. اهلا بحضرتك الفنان الكبير محمد بس صبحي. طبعا شرف لي ان انا مداخله مع الاستاذه استاذتي والنجمه العظيمه اللي مشرفه فرقتي الفنانه سميرة عبد العزيز. انت حبيبي وانا وحشتيني من يومين. ايوه فعلا بتحبك قوي قوي قوي، قاعده تقول عليك كلام كبير قد كده طبعا، غير الكلام اللي انا قعدت اقوله يعني. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. احكي لنا، هي بتقول انها في المسرح بتاعك دايما لما دخلت كده اول ما ابتدت تشتغل معاك كانت مخضوضه من المسرح ومخضوضه من الشكل، بتقول انا حاسه ان انا كنت بعمل مسرح في بتفرج على مسرح في باريس. هي طبعا الفنانه سميره اكيد لعلاقتنا حتى الاسريه لما كان رحمه الله محفوظ عبد الرحمن كان صديق عزيز ليا ومن الناس اللي بحترمهم جدا وبقدر كل تاثيرهم في المجتمع. كنا على تواصل نتكلم وبيننا مشاريع، وكان نفسه يعمل لي حاجه وانا نفسي انه يكتب لي شيء بس ما حصلش نصيب. ولكن سميره عبد العزيز الحقيقه لم اعمل معها، ولكن طبعا متابعها كنجمه كبيره حققت اعمال محترمه واعمال تعد يعني من لقالق هذا العصر. انا فوجئت بيها جايه تتفرج على مسرحيه، المسرحيه خيبتنا، لا سوري غزه البنات. فدخلت، انا هقول سر بقى يعني. اتفضل. في الهول عندي انا حاطط كل صور الرواد استاذ اللي رحلوا كلهم. انا عايز اموت على مسرحك يا حبيبتي. يعني افضل اشتغل لغايه ما اموت على خشبة مسرحك. ربنا يديكي طول العمر. فدخلت لي قبل العرض وانا ممنوع حد يقابلني قبل العرض، بس اول ما قلت لها طبعا تخش، قالت لي انا زعلانه منك يا محمد بحرقه يعني. ليه في ايه؟ عايز زعلانه انا ما يتحطليش صوره بره. قلت لها اعوذ بالله بعد الشر عليكي، ده دول اللي رحلوا. ما خدتش بالها يعني، كله على بعضه يعني. المهم ايه، قلت لها انت بقى يعني معقول لغايه دلوقتي ما تشتريش معايا؟ قالت لي انا جاهزه. قلت لها بجد تشتري مسرح؟ قالت لي مسرح وجاهزه. وفعلا من اول ما اشتغلت معايا في المسرح وانا بعتبر فعلا دي فرقتها وشديدة الإخلاص، تربية المسرح القومي وتربية المسرح الحقيقي للجد والحقيقة، لأنها هي ملتزمة جدا، فلقيت الالتزام عندنا صارم وأشد قسوة. يمكن هي عارفة دوت، أنا يعني هي بتيجي بدري شوية عن البروف، عن معاد البروف بنص ساعة، فأزعق أقول لها مفيش حد يجي لي بدري وأهرج يعني وأهزر، بس انا باجي قبلها بخمس ساعات او ست ساعات يعني. بس هي من الممثلات فعلا اللي بتحترم شرف المهنه، ودي عندي اهم بكتير قوي. بتحافظ على شرف المهنه. الفن خلاص بصنعتنا بتاعتنا، ولكن انك انت تلاقي ممثلين بتبقى يعني محتضنهم بجد انهم جوه فرقتك، مش هلاقي احسن من كده واعظم من كده يعني. وعندكم نفس الرسالة مشتركة بينكم اللي هي ناس يعني نشر الأخلاق والهدف، وده أنا بشوفه في كل مسرحياتك، إن لازم أطلع بمورال بهدف بحاجة إيجابية أقدر أستفيد بيها في حياتنا. طبعا هو طبعا يا إدوار الأهم، حيث يعني إيه مشاهد يحترمك ويجي لك الساعة محددة مثلا في الصالة 7:30 ويبقى موجود قبلها بربع ساعة في الصالة، والنجم يجي متاخر ربع ساعه نص ساعه. صح. انت متخيل يعني ايه؟ ويقولوا اصل معلش في عطل في الصوت، في عطل اي كلام بقى. فانا اتربيت اصل في وسط فرق زي دي في بداياتي، فعرفت فهمت. يوسف وهبي عرفت، كنت شغال مع يوسف وهبي. انما انا كنت ببص من خلال الكاميرا اللي بص على الجمهور يعني من ورا خشب المسرح، لما بيبدا الجنج الاولاني ده ويقول سترفع ستار بعد ثلاث دقائق، تبص تلاقي الصاله كلها مسكت الساعه، بص في الساعه ويبصوا لبعض. كما لو كانت حاسه انها 7:30 الا 3 دقائق بينزل اول جونج بيقول هنرفع الستاره بعد 3 دقائق، بعد دقيقتين، بعد دقيقه. الالتزام انا دايما اقول انا ممكن
ما كنتش بقدم أعظم مسرح في مصر أو ما بقدمش أعظم مسرحية في مصر، ولكن أستطيع أن أجزم أنني أقدم أعظم مسرح منضبط. صح. يعني فنيا ممكن يفوقني حد يقدم مسرحية أكثر فنيا، ها، ولكنها غير منضبطة. صح. فالانضباط هو شرط أساسي وصول الرسالة اللي بتتكلم عليها في المسرح يعني. صح مظبوط. واحنا بنشكر حضرتك جدا، واتمنى في الايام ان انا اقبض على مسرحك. بس انت أنا شفت، انا طلبت منك يعني، طلبت منك اكثر من مره. بص انت شفت، انت انا بكلمك دلوقتي على الهواء يوم الخميس شايفني قاعد فين. ما دي مشكله. عرفت مشكلة. بقى ايه مشكلتي؟ انت عارف لا يعني. انت تيجي بس تتفرج على هاجي، هنوريكم نجوم الظهر دي. مهم تحضر. خلاص هكلمك بقى ان شاء الله، نعرف النهارده ان شاء الله. ماشي. شكرا ليك وربنا يوفقك دايما يا رب. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.